رشا وللمزيد عن المخيم الكشفي الأول بريف حما للفتيان والفتيات، معنا عبر الهاتف القائد الكشفي نزار يارد، وهو عضو اللجنة التنفيذية العليا لكشاف سوريا وعميد الفوج الأول بريف دمشق. يسعد صباحك أستاذ. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير أستاذ نزار. صباح النور، يا هلا. بدنا هيك نهنيكم على هالاجواء الحلوه، يعني رجعتونا لايام زمان، ايام المدرسه والشبيبه وهدول القصص. يعني خلينا بدايه نحكي عن اجواء المخيم وطبيعه النشاطات الموجوده ضمن المخيم. اول شيء يسعد اوقاتكم وشكرا لكم وشكرا لاهتمامكم بابناء البلد سوريا الحبيبه. الحقيقه المخيم الكشفي هو نتاج عمل سنوي بيكون بنهايه العام السنه الكشفيه لاي فوج كشفي او اي فرقه كشفيه، لحتى يصير في شيء اسمه عند الفتى تحدي القدرات واثاره الاهتمامات وتحقيق الاحلام والامنيات من خلال اثبات الذات واكتشاف الذات. فاجمل مكان لحتى الانسان يكتشف ذاته هو الطبيعه، هي الحياه، حياه الارض، حياه الخدمه، حياه الجماعه. يكون مبعد عن الاعتماديه السلبيه بين اهله ومجتمعه وبيئته الداخليه لحتى يطلع على بيئه جديده ومجتمع جديد واهل جداد. فلذلك الحياة مع الطبيعة حياة رائعة، كلها حب، كلها محبة، كلها تفاؤل، بالإضافة لموضوع المناهج الكشفية اللي هي اكتشاف الذات، تحقيق الذات، تقدير الذات من خلال اكتشاف القدرات، من خلال اكتشافنا لمهاراتنا الداخلية اللي بتكون مرات ما عم نعرف نغوص فيها ونكتشفها، فنحن كقادة نساعد أولادنا وأبنائنا لحتى يكتشفوها، لأنه نحن بطبيعتنا كقادة كشفيين ما هدفنا نقود الناس ونقود الاطفال، هدفنا نعلمهم كيف يقودوا ذاتهم، كيف يقودوا انفسهم. من خلال هذا العمل الجماعي بالمخيم. طبعا هذا المخيم بيكون هو احد عناصر الطريقه الكشفيه اللي هي حياه الفلاء، بالاضافه للوعد والقانون، نظام الشهادات والروايات، الاطار الرمزي، بالاضافه لحياه الجماعات الصغيره، وعده امور وتاهيل القياده والى اخره، وتنميه المجتمع وخدمه تنميه المجتمع. العنصر هذا الاساسي هو حياه الخلاء، بيكون عم يتحضر له مثل ما حكينا من بدايه العام تدريبات، تاهيل نفسي، تاهيل اجتماعي، تواصل، افكار، لنقدر نعبر من خلال الحياه المشتركه ضمن مدينتنا الصغيره اللي اسمها المخيم، بخيمتنا، بالعصايه والحبله، بالمسير الكشفي، المسير عبر الجبال، المسير عبر الوديان، مع نتعلم من الينبوع كيف يكون متدفق، نرفع راسنا للسماء لحتى نتعلم العطاء ونشوف النجوم اللي بتوجهنا لحتى تكون ساعتنا وبوصلتنا حقيقيه. فهذا بالنسبه لنا نحن ككشفيين كيف ممكن حياتنا الكشفيه تكون، بالاضافه انه الكشفيه هي حركه تربويه تطوعيه تهدف موجهه للفتيه والشباب دون تفرقه في الاصل او الجنس والعقيده. نحن اللي بيشرفنا اكثر شيء بكشاف سوري انه الكشاف وطني جامع لكل شرائح المجتمع السوري ولكل اطياف، هو حقيقه اسم على مسمى. نعم. استاذ نزار، كنا نحن عم نحكي عن المخيم الكشفي الاول، خلينا نحكي عن سبب اختيار المنطقه ريف حما بالتحديد وعن ابرز النقاط اليوم المميزه بهذا المخيم. لا هي الحقيقه موضوع نحن دائما بحاله بحث عن اماكن للتخييم، فكان وقع الاختيار على قريه حزور الرائعه بطبيعتها واراضيها وسكانها الطيبين مثل كل المناطق السوريه. فنحن كل سنه بنجدد المنطقه، نحن ما عندنا مخيم ثابت. نحن مخيمنا متنقل، نحن بنحمل اغراضنا وعتادنا بنحطهم بباصات من الباصات وبنروح وبنروح من منطقه لمنطقه مرات، مرات نعمل مخيم متنقل. فكل سنه نحن بنبحث عن ارض ملائمه للمخيم، طبيعه ملائمه، بحث جديد، اكتشاف جديد لحتى نقدر نكمل اهدافنا ورؤانا لقدام. تمام. استاذ نزار، نحن بكل سنه وبكل مخيم بيكون في شيء مميز. عم تسمعني استاذ؟ تفضلي. عم اقول لك بكل سنه عم بيكون في ضمن المخيمات في ذكريات حلوه، في شيء مميز. السنه خبرنا شو اللي بيميز هذا المخيم ضمن سنه 2022؟ هذا المخيم من احد من اهم العناصر اللي حبينا تكون فيه موجوده. نحن في عندنا شيء اسمه مجموعات صغيره بنسميها طبيعه، ولكل طبيعه اكبر واحد من الفتيه او الفتيات يكون مسؤول عن هالطبيعه. امبارح مثلا كان مخصص اليوم الكشفي بالمخيم بقياده هؤلاء الابناء. يعني كانوا القياده القاده صاروا اعضاء بالمجموعات، والاعضاء نفسهم هن صاروا القاده لحتى يختبروا كيف ممكن يتم عمليه تاثير، مثل ما بنعرف القياده هي عمليه تاثير بالاخر وتعديل السلوك.
حتى يختبروا هي. هذا كان امبارح من اجمل الذكريات اللي كانت عندهم، وقدروا يعيشوا هي اللحظات نهار كامل بمسؤوليه عاليه جدا الحقيقه، تكاد تكون بالتنظيم افضل منا نحن الكبار. تمام استاذ نزار، خلينا هيك نذكر ايمتى رح يكون ختام المخيم وشو عم تكون التحضيرات القادمه ضمن المساحه الباقيه؟ تمام، نحن بالفوج الاول بمفوضيه ريف دمشق، الفوج شوي نحن فوجنا كبير يعني ضخم باعداد الاعضاء اللي موجودين فيه، فلذلك اضطرينا انه مخيمنا السنوي نقسمه لثلاث مراحل. المرحله الاولى للفتيان والفتيات اللي هن بعمر خامس سادس سابع سادس سابع ثامن والمخيم بعدين عندنا مخيم ثاني رح يكون في اول وثاني وثالث ورابع وخامس حسب المدرسه تقريبا، بس بنسميهم جراميز وزهرات وعصافير للصغار. المخيم الثالث رح يكون للكشاف المتقدم، مرشدات متقدمه اللي هن عمر الثانوي بالاضافه للجواله والدليلات اللي هن عمر الشامل. بالنسبة للمخيم الأول حقيقة اليوم انتهى امبارح بالليل، كانت حفلة الثمار الختامية، حفلة ثمار المخيم. اليوم هلا إن شاء الله بعد ساعة رح ينطلقوا لمدينة دمشق، لمدينة جرمان بريف دمشق. بكره رح نبلش بالمخيم الثاني من عمر صف أول لصف خامس. وبعدين بيقعدوا خمس أيام بيرجع عنا المخيم الثالث لمدة ست أيام لمرحلة الثانوية والجامعية. طبعاً نحن بحالة نشاط دائم مثل ما بتقول، نعرف نحن اسمنا حركة كشفية وبالحركة بركة، دائماً الحركة هي نظام تربوي غير مقيد مفتوح، ما في له حدود، بتضل حدوده مفتوحة، حدوده حدود السماء. تمام، نحن تطلعاتنا كثير كبيرة إن شاء الله بالتوفيق لكم، ودائما بتكونوا بنشاطكم، وكل سنة بيكون عندكم شيء مميز عن السنة اللي قبلها. بدنا نشكرك لليوم ضيفنا عبر الهاتف من حماة القائد الكشفي نزار يارد عضو اللجنة التنفيذية العليا لكشف سوريا وعميد الفوج الأول في ريف دمشق. سعد صباحك وشكرا لحضورك.